السلام عليكم خوتي الرجوين وخوتي الرجويات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. يا كاملين بخير اون فورم، داكشي اللي بغينا. الا كنت اول مره كتفرج فيديواتي، فرق عليك ابوني وزيد فرق عليك الجرس باش يوصلك ديما الجديد باقي سخون في ميكتو. ويلا سربي باش ندخلوا للعمر قبل ما يبرد. تاكد وقيلا نسيتي ديك لايك، الا درتيها قبل ما تفرج فراك معلم. ويلا ندخلوا للشبكه. 5 ماتش في البطوله، ماتش ضروري ثم ضروري نرجعوا ب 3 بوان في الجيب، منها نزيدوا نكملوا في الصداره ومنها حافز اللعابه قبل ماتش العصب وكاس العرب. المهم سلامي دخل بالتشكيله، زنيتي هدودي الورف اللي بوطيب سكحان، العرجون الوردي زريده، رحيمي بن حليم مالونغو. بدات ميطا الاولى بريتم طالع بضغط من المحمديه اللي بصراحه استحوذوا على الكره وتحكموا في اللعب حتى دازت نص ساعه. هجمه بداها بوطيب واسيس بطالون ناضي من بن حليم، خلى رحيمي راس ورا سبوطو زقلها والله حتى لصقها في الشبكه. من بعد رجع للاستحواذ ديال المحمديه اللي ضغطوا مزيان، الرجاء راجع اللور ولعب على الكونتر اتاك. ما كاينش لي سخيل اتاك بالكواري بالعربيه، ما كاينش صانع العاب، داكشي علاش كنشوفوا بن حليم ورحيمي كيخرجوا للميليو ياخذوا الكره. المهم سالات ميطا الاولى بواحد الراجا. بدات ميطا الثانية بهيجان وهجمات من الراجا، الموس كيدخل الراجا كتزيد تستحوذ وتحكم في البالون. صراحة ميطا الثانية كامل ديال الراجا واللعابة عرفوا يحافظوا على النتيجة. اش غنقول لك، الوردي والعرجون وزريد وزيد عليهم حتى متولي، ماشي غير حكموا الميليو حتى راه كلوه. وهكذا سال الماتش برباح 1-0. قيم اللعابة زنيتي اداء مزيان واخا موصلوش كواري بزاف، مي واخا هكاك كان واقف بوطو زنيتي كلشي كيتسناك ترجع. الهدودي اداء دفاعي زوين، قلت غير دفاعي. الهدودي عنده مشكل في الباسات ديال العمق اللي كيحلوا اللعب، وعنده مشكل في اللعب تحت الضغط، نتمنوا يطور راسو كثر. الورفلي اداء ناضي بالجد، سبع اللور والله حتى السيد واقف هو هذاك. هاد الماتشات الاخرين كاملين خلفهم الورفلي البصمه ديالو تبارك الله عليه. بوطيب اول ماتش ليه بعد الاصابه واداء زوين دفاعيا وهجوميا، واخا ما بانش هجوميا بزاف في الميطه الثانيه، على العموم اداء زوين لبوطيب وهادشي اللي خاص يكون في الفرقه. ما يكونش شي لعاب البديل ديالو خاص يكون في نفس النيفو ديالو ولا احسن منه، وهذه هي المنافسه الشريفه. سكحان اداء زوين، الدري نقي في لعبه، باش كيعجبني سكحان خفيف وكيتحكم في كورته مزيان وكيتقاتل عليها. العرجون اداء زوين وما شفناش داك اللعب ديال ماتش بركان، العرجون لعب واعر حتى حد ما كينكر هادشي، ولكن دوك الزيادات كيضربوا ليه كلشي في الزيرو. الوردي فنان رقيقي سموه كي بغيتو، الوردي بلاصتو كاينه 100%، ما كاين ما ولكن فيما كيلعب كنشوفوا الرجاء كتحكم في اللعب. زريده خرج بو ماتش اليوم، تريو ديالو مع العرجون والوردي ترى ما يمكنش. بن حليب اداء ناضي وبدا كيرجع بن حليب اللي كنعرفو، وعطى اسيست واش من اسيست والله حتى عطى الحلوه. وسلامي متفق معاه منين خرجوا حيت الراجل محتاج كاع اللعابه واحد بواحد، خصوصا تابعين ماتشات صعاب في العصب وكاس العرب. مالونغو اداء متوسط ما بانش بزاف، نورمال ما كاينش اللي يصنع ليه، ما كاينش صانع العاب، داكشي علاش كيخرج الميليو ياخذ كوره. رحيمي اخويا اش غنقول لك، تبارك الله وصافي، في كل ماتش كيعطي في كل ماتش كيساهم. رحيمي تفرقع هاد العام الله يحفظهم من العين وصافي. قالك المحمديه ما تماركي عليها تشبيت، رحيمي في الخدمه، عيط ليه ورجع اللور. سالينا من اللحظات الاولين ندوزو لصحاب ميطا الثانيه، المكعازي ومتولي والسعداوي، جمعتهم كاملين حيت حد فيهم ما قدم الاضافه، يمكن حيت الراجل باغي نحافظوا على النتيجه، ولكن هادشي ما كيعكسش باللي خاص اللي يدخل يقضي الغرض. قيم الفرقة كاملة، مستوى زوين، عطاو اللعابة كاملين واحد واحد، أداء ونتيجة، بلا ما نساو الدور ديال السلامي اللي تا هو كيتحسب ليه الماتش، برافو. مان اوف ذا ماتش مليار في المية وبدون منازع، الورفلي مان اوف ذا ماتش، ليبي يستحقها وبجدارة، ترى ناضي هاد السيد. عنوان اخر بالحمر، خلاصة، ماتش مهم سدينا به واحد الفم كان داوي بزاف. ونيت نعزو الصدارة ديالنا، على العموم 3 بوان مهمة في الجيب، حافز كبير للعابة قبل ماتش العصبة وكأس العرب. المهم راه وصلنا للبلاكة، ما نساش خلي معاك ذاك لايك، راه كيتسنى فيك، تتكلم راه كيعيط ليك، يلا كون على القرص، تابوني إلا باقي ما تابونيتي، وضروري تفعل الجرس، راه هو كلشي. بالنسبة للناس اللي ما كيوصلهمش النوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات، ديزابوني وعاودو تابوناو، وفعلوا الجرس، جي مرحبا بك عندي في انستغرام، راني ديما أكتيف تما، وما تنساوش ليا دوك ثلاثة الحوايج، الصالة، الوالدين، الرجاء، نتقاشعو في فيديو جديد، راكم عزاز واحد واحد، وديما كونوا على القرص.